السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كراشر هيتس. طبعا رجعنا لكم لعبة ديستني، واليوم عندي لكم خبر جدا 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 مهم. من يومين شركة بنجي قالت للشباب إذا الـ XUR جاء المدينة وباع لكم دروع سواء رأس أو يد أو صدر مع أي سلاح أوكزوتيك أنكم لا تلفلون الأوكزوتيك بتاتا، سواء إذا عندك أي رأس أوكزوتيك قديم أو أي يد أوكزوتيك قديم أو أي صدر أوكزوتيك قديم أو أي سلاح أوكزوتيك قديم لا تلفله أبد. ليش؟ لأن الأسبوع الجاي الـ XUR بيجي المدينة، هذا الشخص اللي قدامكم مع خدمة عملية أبجريد للدروع والأسلحة اللي أنت عندك. مثلا أنا عندي الرأس هذا كم الدفنس ماله 402 واللايت ماله 30. طبعا الـ XUR بيجي الأسبوع الجاي المدينة إن شاء الله يوم الجمعة بعد الساعة 1 بتوقيت الإمارات وبعد الساعة 12 توقيت مكة لخدمة عملية أبجريد للدروع والأسلحة. الدروع بحيث أنه يزيد مستوى الدفنس لكل درع ويرفع لايت كل درع. مثلا الدرع هذا عادي يرتفع اللايت إلى 31 أو إلى 32، فأنت من جد محتاج أنك ما تخسر الريليك ايرون او السبريت بولوم او السبين ميتل او الهيليوم على الدرع مالك، وبعد نفس الشيء ما تخسر اي اكزوتيك شارد على اي درع، لان عمليه طبعا هالشيء بيكون اختياري. مثلا تجي عندك الدرع مالك هذا يعطيك خيار ان لما يجي الاكسيو ار تبى تسوي ابجريد، اذا قلت نعم ابى اسوي ابجريد كل اللي صرفته هني بتخسره وبيبدا لك تلفيل على ديفنس اقوى ولايت اكثر. طبعا هالشيء انت مخير سواء تبغى تحتفظ على الابجريد القديم او تسوي ابجريد احسن عنه، طبعا هالشيء انت مخير. ونفس الشيء بالنسبه للاسلحه، لا تلفل اي سلاح اوكزوتيك بحيث انك انت اذا خسرت اي ماتير ابجريد ماتيريالز عليه سواء كان سبريد بلوم او سبين ميتال او ريليك ايرون او اي اوكزوتيك شارد لا تخسر ولا تدفعها في الفتره الحاليه. ليش؟ لان اذا طلبت انت عمليه رفع ابجريد مثلا الدمج في السلاح هذا بيرتفع الدمج وبيسوي لك ريست كامل، هذا كله بيروح، فبتبدأ من جديد تلف لي السلاح. ففي الفترة الحالية إذا عندك فلوس لا تصرف أي فلوس، لأنك تبطل تدفع فلوس كثيرة عشان تسوي أبجريت للأسلحة. وإن عملية طلب الأبجريت، مثلا أبا أسوي أبجريت للدرع مالي أرفع الدفنس ماله أو أسوي أي أبجريت لأي سلاح أرفع الأتاك ماله، بس عملية أنك تطلب هالشيء إن أبا أسوي أبجريت يخسر لك 7000 جليمر، هي عملية طلب الأبجريد غير الجليمر اللي بتخسره داخل أثناء تلفيلك للسلاح أو أثناء تلفيلك للدرع. فإذا عندك أي سلاح أوكزوتيك في الفترة الحالية وأي درع أوكزوتيك لا تخسر عليه، لأن الـ XUR بيجي المدينة الأسبوع الجاي ان شاء الله، وبيعطيك خيارات تسوي ابجريد لدروعك بحيث انك ترفع الديفنس مع اللايت، ويسوي ابجريد لاسلحتك بحيث انك ترفع الاتاك البيس دمج. طبعا هذا جدا جدا مهم، مع تنبيه انهم قالوا انك لا تخسر اي 5000 باونتي على اي درع او سلاح اوكزوتيك. اذا عندك انت اسلحه ليجندري خسر على اسلحه ليجندري سواء اسندنت ماتيريالز سواء الاكزوتيك سواء الاسندنت شارد او اسندنت انرجي، ماشي اي مشكله، خسر عليهم الجليمر، خسر عليهم المعادن، لان هالشيء ما بيخص الليجندري بس بيخص الاكزوتيك. فاذا عندك اي اكزوتيك لا تلفله، لا تستعمل اي باونتي، احتفظ باونتيات ال 5000 اللي كان معي اليوم. كان معكم كراشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل نهاية المقطع بعطيكم رابط الخبر في الديسكريبشن عشان تتأكدون مع الروابط. حياكم الله.